بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. كلا كده تاني مرة معاكم الدكتور محمد شوقي شلتوت، أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم ومدير مركز التعلم الإلكتروني بكلية الشرق العربي. معايا تخصصين للي ما يعرفش، معايا تخصص في الجرافيك والميديا، ومعايا التخصص التاني في الإي ليرنينج. المقرر بتاعنا التاني اللي هندرسه إن شاء الله حاجة اسمها التقويم الإلكتروني. التقويم الإلكتروني فيه تفاصيل كتير هندرسها، عن إيه التقويم، إزاي نعمل اختبارات، إزاي نعمل نقيم الطلبة، إزاي نقيم أنفسنا نفسنا. المتوقع منها حاجات كتير ان شاء الله. متوقع منها اللي ازاي تقدر تطلع اختبار الكتروني على الانترنت، وازاي يبقى فيه تفاعلي بينه وبين الطلبه بتوعك او بينه وبين اصدقائك، ازاي تقدر تعمل ملف انجاز ليك او للطلبه بتوعك لو انت مدرس، ازاي تعمل سيرفي للناس الباحثين. عندي باحثين كتير بيبقوا عايزين يعملوا استبيانات او سيرفي وينشر على الانترنت عشان يتحكم عليه او الناس تبدا تخش عليه. كل ده حاجه هناخدها مع بعض ان شاء الله، متوقع ان شاء الله نتعلمها بإذن الله. بدعو الناس اللي هي تسجل معنا في المقرر، هيفيد الجميع بإذن الله تعالى. وبشكر طبعا رواق واللي خلف الكواليس على التعب معانا، ولهم استضافوني تاني مرة، وشكرا ليكم، واتمنى ان المقرر يعجبكم. وهنبدأ بعد رمضان، فانتظرونا بعد رمضان ان شاء الله.